أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، والآن رح نتحدث عن المؤتمر الطلابي الأول لنموذج الأمم المتحدة بالجامعة الألمانية. بسعدني أرحب بلوما حداد رئيسة مجلس حقوق الإنسان بالمؤتمر، ورمزي عميش أمين عام المؤتمر. أهلا وسهلا فيكم. بس بداية إذا بتسمحوا لنا خلينا نشوف في معانا تقرير عن هذا المؤتمر، نشوفه مع بعض ونبدأ حوارنا بعد التقرير. الحدث بنفسه بحد ذاته عم بوفر ورشة، من خلالها بتعلم الطلبة من مختلف الجامعات الأردنية وبعض المدارس أيضا عن كيفية عمل المنظمات الأمم المتحدة وبروتوكولات العمل والتواصل فيما بين هذه المنظمات. أيضا الجامعة الألمانية بتوفر منصة ملائمة للطلبة حتى يتعلموا مبادئ ووصول الحوار وتفاهم الآخر. الحمد لله مشاركة يعني من أكثر مشاركين بحدود ما يقارب 180 مشارك من 18 جامعة، تمام 16 جامعة أردنية وجامعتين، جامعة من المملكة المتحدة وجامعة من الولايات المتحدة الأمريكية، مع مشاركة من مدارس المحلية الحكومية والخاصة. فكرته انه الان نفتح المجال لطلابنا وكيف الان نطور مستوى شخصية طالبنا، نطور فيه المهارات الحياتية والسلوكية وطريقة التفكير ويفهم ايش يعني موجود في العالم، ايش الاخر. إذن بنقول المؤتمر الطلابي الأول لنموذج الأمم المتحدة بالجامعة الألمانية، شو يعني ومن وين إجت الفكرة؟ بحب أبدأ معك رمزي. بحب أبدأ وبرحب فيك بالنيابة عني وبالنيابة عن الفريق اللي اشتغل على هذا المؤتمر. بحكي صباح الخير وبحب أرحب كل المشاهدين اللي بحضروا هذا البرنامج الرائع، ونشكركم كطلاب وكمنظمين على الاستضافة وعلى جهدكم بتسليط الضوء على الأعمال الطلابية بتصير بالأردن. الفكرة حقيقة ما كانت إشي جديد إحنا طلعنا فيه، ولا كانت إشي أول مرة بصير بالأردن، ولكن ارتقينا إحنا كطلاب في الجامعة الألمانية إنه نساوي إشي جديد، إشي جديد عنا بالجامعة وإشي جديد من ناحية فكرة. فكان طلعنا بفكرة إنه ليش ما إحنا بالطلاب بالجامعة نساوي إحنا مؤتمر إلنا بيضم طلابنا إحنا بالجامعة وبجامعات تانية بالأردن. طيب المشاركين يعني سمعنا وشفنا بالتقرير تقريبا بقول في 180 طالب مشاركين، بس مش كلهم من الأردن، يعني في مشاركين من برا. بنقدر نحكي عن الجلسات مثلا أو الأوراق اللي راح تتقدم بهذا المؤتمر؟ هلا نموذج الأمم المتحدة ما في عدد معين من المجالس إلزامي، بس كل ما كان في عدد مجالس أكثر، كل ما كان في تنوع أكثر، كل ما كانوا المشاركين بيقدروا يناقشوا مشاكل أكثر. المؤتمر تبعنا كان فيه 5 مجالس. المجلس الأول اللي هو جنرال أسمبلي، اللي هو بيكون أكبر مجلس عادة بالأمم المتحدة، وهذا المجلس كان فيه 36 مشارك بيمثلوا دول مختلفة. واللي بيميز هذا المجلس إنه كل الدول بتتميز بنفس الأهمية، وكان وتناقشوا الطلاب على مدى 3 أيام مواضيع. خلص هو خلص ولاقوا حلول لمشاكل بتواجه عالمنا الحالي، مثل عن الدولة الإسلامية، عن الدرونز اللي هم الطيارات الحربية اللي بدون طيارين،
وهذا المجلس الأول. المجلس الثاني كان هو مجلس حقوق الإنسان اللي أنا ترأسته. هذا المجلس كان فيه 33 مشارك بيمثلوا دول مختلفة، وبهذا المجلس ناقشنا موضوعين، وبعد 3 أيام قدرنا نطلع حلول لهدول المشكلتين. المشكلة الأولى كانت عن إعادة النظر بقانون الإعدام في دول مختلفة، والموضوع الثاني كان تمكين المرأة الاقتصادي و إتاحة الفرص على مبدأ تكافؤ الفرص، تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وبرضه قدرنا نلاقي حلول لهدول المشاكل. شو طلعتوا بقانون الإعدام؟ بكل هلا لأنه بكل بلد في بكل بلد في قانون بيختلف عن الدولة الثانية، فلقينا حلول إنه بتناسب كل يعني البوليسيز او الفورين بوليسيز تاعون هدول الدول، السياسات تاعون الخارجيه. يعني ممكن بحب اضيف على زميلتي لوما واقول انه احنا بالمؤتمر يعني طالب بيمثل دوله، فهو يعني بينتحل شخصيه هاي الدوله وما بيركز من افكاره من ناحيه افكاره، ولكن بيمثل افكار الدوله اللي بيمثلها. لذلك يعني مرات كثير طلاب ما بيمثل يعني ما بيعبروا عن ارائهم الشخصيه، ولكن بيعبروا عن اراء الدوله بحد ذاتها. لذلك احنا بنشوف نرتقي انه هذا المؤتمر بيعلم الطالب كيف مش بس يفكر بالمشاكل بتحيطنا، ولكن بتفكر بحلول لهاي المشاكل دوليا، بما انه احنا بنكون صناع القرار بهذا المؤتمر. مرات المشكله اللي بتكون في المؤتمرات انه احنا بنسلط الضوء على المشاكل وكل الناس عارفه المشاكل، لكن ما في تقديم للحلول. يعني خلص هلا اجى الوقت انه ما بدنا نعمل هايلايت على المشكله نفسها، بدنا نقدم شو في حلول بتناسب أغلب الناس أو بتناسب وبتهدف للمصلحة العامة. إذا بتسمحوا لي نطلع فاصل وبعدين نرجع نكمل حوارنا. أكيد. مكملين بالمؤتمر الطلابي الأول لنموذج الأمم المتحدة بالجامعة الألمانية مع لوما ورمزي المنظمين يعني بالمؤتمر. ويمكن اللي بيميز هذا المؤتمر عن غيره من المؤتمرات الطلابية الثانية إنه في مؤتمرات انعملت بتستهدف شباب المدارس لحال أو طلاب المدارس لحال، وفي مؤتمرات لطلاب الجامعات لحال. هذا المؤتمر دمج بين طلاب المدارس والجامعات في الأردن. إيش في مزايا كمان لهذا المؤتمر؟ اللي ميز مؤتمرنا هاي السنة إنه زدنا مجلس من المجالس هو مش متعارف عليه بنموذج الأمم المتحدة، اللي هو تدريب ومحاكاة للطلاب. كان متقسم لثلاث محاور. المحور الأول هو عن المهارات الشخصية اللي هي مهارات الخطاب ومهارات النقاش، والمحور الثاني كان عن تدريب عن الأمم المتحدة، عن بروتوكولات بالأمم المتحدة، عن أسس التصويت بالأمم المتحدة، والمحور الثالث كان تطبيق عملي للمحور الأول والثاني اللي هو محاكاة للأمم المتحدة، لنموذج الأمم المتحدة. وبحب أضيف على هذا أنه زي ما حكينا هاي الفكرة مش جديدة بالأردن، ولكن الإشي اللي ميزنا أنه هذا المؤتمر ضم طلاب من المدارس ومن الجامعات، وكان عدد المشاركين من أكبر أعداد المشاركين على مستوى الجامعات في الأردن. وهذا إحنا كان لنا الشرف أنه نستضيف زي ما حكينا عدد كبير من الجامعات من الأردن وبنفس الوقت من خارج الأردن. والإشي الثاني اللي ميز هذا المؤتمر اللي هو كانت التكلفة البسيطة اللي تكلفها الطالب، وفي كثير من الطلاب اللي أخذوا منا دعم كامل اللي كانوا حابين ولكن ليس لديهم المقدرة المالية. فلذلك إحنا كان شكر كبير طبعا لداعمينا غرفة تجارة عمان ومجموعة حيدر مراد وكذلك الجامعة الألمانية لدعمهم المادي والمعنوي لهذا المؤتمر. بشكل سريع رمزي بتقدر تعطينا النتائج اللي طلعتوا فيها؟ النتائج هدف المؤتمر مش بس انه نجتمع ونلاقي حلول وننبسط، ولكن في له ابعاد اكبر، عشان بما انه احنا الشباب المستقبل واحنا بتقع على عاتقنا المسؤولية انه احنا نقود المستقبل. لذلك احنا لازم اليوم ندرب شبابنا كيف يتحاور، كيف يعبر عن رأيه، كيف يخاطب الناس بطريقة محترمة، بطريقة تحترم الرأي الآخر وتتقبله بنفس الوقت. صحيح، يعني قبول الآخر أهم حق من حقوق الإنسان. مزبوط. على بعض، يعني أنه حتى لو اختلفنا مع بعض بالضبط بوجهة النظر، لكن هذا لا يعني أنه إحنا أعداء يعني. ومش لازم كمان باختلافنا بوجهات نظر أنه باجتماعنا أنه نقنع كل واحد الآخر بوجهة نظره، يعني مزبوط. خلص مزبوط. الاختلاف طبيعي والتنوع يفضي للتكامل دائما. مزبوط. أنا بشكر وجودكم لوما حداد رئيسة مجلس حقوق الإنسان بالمؤتمر، ورمزي عميش أمين عام المؤتمر. كل التوفيق لكم. شكرا كمان. شكرا. شكرا. عنكم. شكرا.